طلابنا طلاب الصف السابع، نرحب بكم جميعا في مادة اللغة الإنجليزية منهاج تيم توغذر الجديد، ونشكركم على جميع تعليقاتكم الجميلة ومشاركاتكم لهذه الفيديوهات. نبلش اليوم في الدرس الرقم 13 وهو عن مجلة واو أوفر تيو، هذا عنوانها. طيب نقرأ شو مطلوب بالسؤال الأول. مطلوب read the comments about the wow magazine. Which comments are from children who are thinking about their future jobs? إذا بدنا نقرأ الكومنتات، هاي كلها كومنتات وضعوها الأطفال أو الطلاب في يعني حول مجلة الواو. شو هي الكومنتات أو التعليقات يلي تصدر من الأطفال يلي يعني هن بفكروا فعليا حول مهنهم المستقبلية؟ يعني مين اللي عبر وحكى أنا حابب أصير كذا بس أكبر؟ اوكي خلينا نشوف. This is your age، هذه المجلة طبعا من هون بتبلش. This is your age، we want to hear from you، send us your comments and photos like the people below. إذا بقولنا This is your page، sorry not age، This is your page، هذه صفحتك، نحن بدنا منك يعني نسمع منك انت. شوفوا كيف هون تركيز على your واليو، يعني انه تركيز على القارئ نفسه هو يعبر عن رأيه. خبرنا أو ابعتلنا تعليقاتك وصورك مثل هذول الأطفال اللي بالأسفل. طيب هنا في عندي two comments لأنتونيا. Okay from Sweden. She's 13. إذا شو عمرها؟ She's 13 and she's from Sweden. شو حكت أنتونيا يعني من السويد؟ بتحكي I enjoyed thinking about what job I will do in the future. Last year, my friend's father came into school to talk to us about his job. He is a novelist. He explained that anyone can write books. I can do it too. So I'm writing my first book at the moment. إذن هذا اللي حكته أنتونيا وبتحكي هنا. طبعا هي بدها تحكي عن حالها فقط، مش مطلوب إنها تحكي عن الجوبز مثلا، هيك مش طالب المجلة يحكي لنا عن مهنتك المستقبلية. فإحنا هون المطلوب في السؤال بالأعلى إنه خبرنا مين الأطفال بيحكوا عن مهنتهم في المستقبل. هل أنتوني بتحكي أنا يعني كتير استمتعت أفكر في المهنة اللي أنا رح أصير فيها في المستقبل. السنة الماضية أبو صاحبنا إجا إلى المدرسة عشان يتحدث لنا حول مهنته، هو روائي يعني يكتب روايات، فقد فسر لنا إنه أي شخص ممكن يكتب كتب، حتى أنا بقدر أعمل هيك، لذلك أنا عم بكتب كتابي الأول في هذه اللحظة. تمام، إذن هون she talked about the job, her job in the future، إنه هي حابة إنها تصير novelist، so she explained that. فإذا number one منحطها هون هي أول الأطفال اللي حكوا عن مهنتهم. number two أو الشخص الثاني هي هون هشام from Jordan. okay he is 12 years old. شو حكينا قبل 3 minutes؟ بحكي I liked Alex's comments. It made me think about what I want to do in the future. I think I'll be a professional footballer. I want to score goals for the best football clubs and play with the best football players. إذا شو مطلوب شو حكى هشام؟ هشام بيقول إن هو حب تعليقاته لأليكس. أوكي وكتير خلتني أفكر بالعمل اللي أنا حاب أكون فيه في المستقبل. أعتقد إني رح أصير لاعب كرة قدم محترف professional. بدي أسجل أهداف لأفضل أندية كرة القدم ورح ألعب مع أفضل اللاعبين لكرة القدم. إذن هذا هشام. برضو هشام إذن هو number two هي رقم اثنين. He talked about his future job. حكى عن مهنته في المستقبل. Let's go to number three اللي هو بيتر. عمره 12 سنة من الأرجنتين. So Peter 12 Argentina 10 minutes ago. I love the poem about all the exciting things that might happen to us in the future. I wrote my own poem too. What will I do in the future? I might get a job in a zoo. I might make friends with a monkey. And maybe a zebra or two. إذن Peter شو حكى عنا؟ حكى عنا أنا حبيت القصيدة يلي تحدثت عن الأشياء اللي الرائعة اللي ممكن تصير لإلنا في المستقبل، وكتبت أنا قصيدتي أيضا. شو كانت القصيدة؟ هذه القصيدة اللي قرأناها.
تحكي إنه ماذا سأفعل في المستقبل. لربما يعني اشتغلت في حديقة حيوانات، maybe بجوز أن أعمل يعني صحبة مع قرد، وممكن حتى مع الحمار الوحشي أو اثنين، أو الاثنين مع بعض. فإذا هون هو حكينا عن poem، عن قصيدة. he didn't talk about his future job، ما حكى عن مهنته فعليا اللي حابها في المستقبل. هذه قصيدة يعني مش شرط تكون صح. فإذا ما بنحط بيتر نمبر 3، ما بنحطهوش هون. let's go to number 4. نروح على ريتشارد. he's 13 from UK. one hour ago I enjoyed reading the article about unusual university degrees. I would like to be an expert on theme parks, so we might go to Orlando for a holiday this year. It'll be a lot of fun. إذا ريتشارد وعمره 13 سنة من UK United Kingdom من بريطانيا العظمى حكى أنا قد استمتعت في قراءة المقالة التي كانت تتحدث عن الشهادات الجامعية الغير اعتيادية، هاي اللي قرأناها في الدروس الماضية. فحكانا ريتشارد إنه بحب أصير expert يعني خبير في الحدائق الملاهي، يعني عشان maybe بجوز هيك شي يوم نروح على أورلاندو، نروح عطلة هاي السنة ورح كتير ننبسط فيها وكتير رح تكون حلوة. طيب إذا هون did he talk about his future job؟ لا، هون حكينا عن article وأنه قديه مبسوط فيها، وحكى هون لما حكى أنا حابب I'd like to be an expert، حابب أصير خبير. إذا كمان الشخص أربعة اللي هو ريتشارد كمان حكى عن the future job. خلينا نروح على آخر واحد اسمها يان. she's 12 from China. شو حكت لنا يان؟ بتقول I enjoyed reading the article about robots and jobs. I want to be a dentist when I grow up, so I did some research. Look what I found. This is a robot dentist. I might have to think of another job instead. إذا بتحكي يان وعمرها 12 سنة من الصين إنه أنا استمتعت وأنا بقرأ المقالة التي كانت تتحدث عن الروبوتات والمهن. أنا حابب أصير طبيبة أسنان لما أكبر، لذلك حبيت أعمل شوية ريسيرشات وأبحاث حول هذا الموضوع. تفرجوا شو لقيت، يعني شو لقيت من الأبحاث. هذا عبارة عن روبوت دنتست، يعني طبيب أسنان روبوت. أنا يعني شكلها خافت هيك، قالت لا 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 أنا شكلي رح أفكر لي بشغلة ثانية أحسن لي، يعني ما حبتش أنها تصير روبوت دنتست لأنه الوضع بخوفه هيك. فإذا هاي بالنسبة لمين؟ ليان بتشاينا. إذا كمان هذه بنعتبر أنها حكت إشي عن her future job. فإذا الإجابات لهذا السؤال 1, 2, 4 and 5، يعني 3 ما حكى، بالعكس حكى أنه هو قصيدة. let's go to number 2. هو عبارة mainly على discussion أنتوا بتعملوها بالصف. المطلوب منك يا سابع work in pairs and answer the questions, then write your own comments about the wow magazine and read them to the class. إذا مطلوب منا كل الاثنين بيشتغلوا مع بعض وبيجاوب على الأسئلة اللي هون موجودة. أوكي، بتخبرنا شو هي تعليقاتك حول هذه المجلة، يعني هاي المقالة اللي صارت فوق، وأقرأ لنا شو تعليقاتك. يعني مثلا which reading text did you like best and why؟ أي reading text أنت حبيتها؟ يعني مثلا زي هذول الأطفال حكوا أنا حبيت والله الأرتيكل اللي كانت تحكي عن الـ unusual university degrees، وأنا فعليا حبيتها. So because I would like to know exactly what to work in the future. فمثلا إنه الواحد يدرس إشي غريب مش غلط، بلكي يشوف مهنة غريبة كمان يكون هو متميز فيها. فمثلا this is the reading text I liked اللي هي unusual university degrees، يعني بدك ترجع لكل الدروس اللي أخذناها بهاي الوحدة وتشوف أكتر إشي عجبك واكتب لنا. يعني هاي الأسئلة الشخصية لكم يا سابع. طيب what job in the unit do you think sounds the most interesting and why؟ أنت شو حبيت أكتر مهنة في هذه الوحدة اللي حسيت إنها أكتر إشي interesting؟ يعني مثلا لما شفنا شغلة الخبز البيكر اللي هي تبعت التكنولوجي اللي هي دراسة تكنولوجيا الخبز، هاي مثلا إنها تعتبر فريدة إنه أنت تتعرف على شغلات تتعلق في هذه الصناعة بس من جهة ثانية، مش بس إنه تخبز ويلا امشي وبيع. فإذا I think this sounds interesting. Why? Because يعني ممكن هون تحكي، يعني ممكن تكون إجابة السؤال الثاني مثلا زي هيك
أنا for me يعني I liked baking because it is needed by everyone. يعني because all people buy, not by this way, buy, كثير في ناس بتشتري bread and biscuits. يعني ما بنقدر نحن نتخلى عن مثل هذه الأشياء، فأكيد 100% كمهنة مهمة وضرورية. مثلا السؤال الثالث: Has this unit made you start thinking about your future؟ هل خلتك هذه الوحدة تبلش تفكر في مستقبلك وكيف؟ How؟ Yes, it made me think about being a teacher. مثلا انت ممكن تحكي لي it made me think about being a doctor. مثلا a teacher because it is important for all people to learn. لأنه كتير مهم لكل الناس إنهم يتعلموا. مثلا زي هيك. أي reading text مثلا زي ما حكيت لكم ممكن تحكي مثلا زي هيك. إنه I enjoyed reading the article about robots and jobs. أها مثلا زي هيك. Why? Because مثلا إذا حبيت زي هيك الارتيكل اللي تحدث عن الروبوتس اند جوبز، شو ممكن نحكي؟ because I knew many jobs that can't be replaced، لا يمكن إنه يعني تم إحالتها أو إنه إبدالها by robots، إنه كتير في من الأشياء اللي مستحيل إنه الروبوتس إنهم يجوا ياخدوها من الإنسان. تمام، أرفع لكم إياها لفوق هل هذه الكومنت أو الإجابة. إذا أعزائنا نحن بهيك خلصنا درسنا لليوم، شكرا لكم وإلى اللقاء.